ليكيب تيب باش تختار لي كوتش التشكيله التاريخيه للمنتخب التونسي. صعيبه برشا، كل جينيراسيون عندهم دي جوار كبار كبار برشا. ناخذوا احسن ما فيهم، مثلا جارديان ولا سيال الشغل هنا يقول لك شكري ولا عطوك معايا ولا ما نجمش نقول عطوكا ولا شكري. شكري شكري كبير في وقته، عطوكا عظيم في وقته، معناها ما نجمش. انت خلطت على عطوكا انت صور. وين هو وين انا خلطت على الشاي باش رديني عطوكا. لا ما خلطتش عطوكا، كان يدرب فيها في المينيم منين في الكلوب صنف الاداني. اعطيها التشكيله. انا اقول عطوكا ما فماش بعد عطوكا ما فماش في الديفونس. في الديفونس صعيبه ولات، شنو نرجع بالذات على اليمين. على اليمين خلينا نقول على اليمين حاتم طرابلسي. على اليسار حاتم بلقاسم. في الاكس برشا جاو كبار برشا، خالد بن يحيى حايسي. قدام في الوسط. في الوسط سمير السليمي. تحية لي تحية لي. برشا برشا باش نقول لك توا صعيبة برشا. تاخذ زوج بيفوات وهزاف. لا لا ما ناخذش، نلعب القناقب القدام. نلعب القدام زبي بيا وصوايع. باهي القدام ثلاثة القدام تميم طارق. طارق قاعد وسط تحت لاتاكون يا سيدي. 4-1-3 4-1-2 القناه. انت مجرب شوف لها تصريفه كيفاش. لا 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 تصريفه ما تخافش. طارق و شنو واحد اخر؟ شكون واحد اخر؟ وعادل سليم. لا 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 محمد العقربي. كلهم وسط حطيتهم تو كلهم ديس. لا لا السويح وبيا والعقربي وذياب كيفاش يلعبوا هذوما؟ تو الفوتبول مودرن نلعبوا بلاش اتاكو. باهي معقول. دونك انت هذه ليكيب تيب. ليكيب تيب.